مطلعها قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون لها من ماذا؟ قيل حافظون لها من الفاحشة وهو داخل أصالة في الباب، حافظون لها من فعل قوم لوط، وحافظون لها من نظر الناس إليها، فقد أمر الله بستر العورات فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وبهذه الآية الكريمة استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي حجة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء هذا. وقد ورد في الاستمناء حديث في سنده ضعف شديد وسبعة لا يكلمهم الله الحديث وفيه الناكح يده، إلا أن هذا الحديث ضعيف تالف الأسانيد. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالآيات تثبت أنه يجوز الاستمتاع بملك اليمين، وقد كان ملك اليمين في من كانوا قبلنا فضلا عن كونه في ديننا، فهاجر ملك يمين ملكتها سارة إذ وهبها الجبار لسارة، وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام فكان من نسلها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وكذلك ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ملك يمين. ولا يقتصر الأمر على الأنبياء فحسب، بل أيضا في هذا الصدد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلي كانت عنده ملك يمين وهي امرأة المرأة الحنفية التي من بني حنيفة، والتي منها ابنها الإمام العالم محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب. وثمة أمور كثيرة في هذا الصدد يثبت بها ملك اليمين، وإن كان في ديننا الحث على عتق الرقاب. قال تعالى: أما أدراك ما العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إن شأنها العظيم. ما الأمور التي بها يقتحم الشخص العقبة يوم القيامة؟ فك رقبة. وشرع فك الرقاب وتحريرها في كفارات الأيمان وفي كفارات الظهار وفي كفارات الجماع في رمضان. ورغبنا في عتق الرقاب عموما، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فديننا جاء أيضا يحث على عتق الرقاب. فملك اليمين يجوز الاستمتاع بهن وليس فيهن عدد،
الزوجات لك أن تتزوج بأربع نسوة لا تزيد، أما ملك اليمين فلا مانع لك من أن تتسرى ولو بألف أما من الإماء، فملك اليمين يجوز فيه هذا. أما الزوجات فأربع نسوة ولا يزاد عليهن. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي سلك سبيلا غير ذلك بالفرج فأولئك هم العادون المتجاوزون لحدود الله سبحانه.